اواخر سيدنا رمضان كانت زياده شي شويه، كان الدجاج عليه القفول شي شويه كيطلع في الثمن ضروري، هادشي معروف عندنا. بدايه شويه كان مايان الدجاج غالي، ولكن ما غاليش بزاف بحال دابا. الاواخر طلع شويه السوق، شويه السوق بيع وشراء وجيبات، مره تيكون مشي مره تيكون واقف. بالنسبه اخويا ارتفاع في الاسعار ديال الدجاج، اخويا كانت البدايه ديالو في رمضان، اخويا كانت البدايه ديالو من 16 درهم حتى 17 درهم تتراوح. دابا كنشوف اخو ماذا بينا، كانت 20 درهم والبارح اليوم تزاد 2 درهم ولا 22 درهم. والدجاج راك عارف اخويا من بين اللحوم اخويا اللي كيستغلها الانسان اخويا، فهمتيني، والناس الدراوش فقراء في الكاميله في اي حاجه كيستغلوا الدجاج. اللي كتشوف دابا بالنسبه للحوم اخويا الحمراء، اللحوم الحمراء نايضه على ضجه كبيره، لا بالنسبه ديال لا في نسبه الاسعار، لا في نسبه اخويا ديال نسبه الجوده ديال اللحوم اخويا. كما كنشوفوا مؤخرا داك اللحم الجاموس، الناس ولات كتبعد على اللحوم الحمراء، مابقاش كتيق فيها. بالنسبه وثاني الاسعار ديال اللحوم الحمراء راه تزادت، والدجاج اخويا راه ما كرهناش اخويا طيحوا السعر ديالو حتى 15 درهم 13 درهم، هو اللي كنا تملين مولفين به حنا الفقراء، ورانا تنعيشوا به بزاف. ملي جينا ندوي على نسبه الاسعار اخويا راه كلشي تزاد اخويا، لا اله الا الله. رمضان هذا راه داز عنا بحال تقول اخويا صمناه في فرنسا اخويا، راه الدوبل اخويا، راه ماشي رمضان في المغرب ديال مولفين. الحرير اخويا راه ماشي يومين ولا كيتسالكوا الانسان، راه كان حل السميده البيضاء، فهمتيني، شحال من حاله تزاد، راه ماشي غير الدجاج اللي جينا ندويو عليه. وشوفوا من حال الدرويش ولا اله الا الله، راه هذا هو جهدنا، جهدنا هما نهضروا اخويا، نوصلوا الرساله بحال هكا للمواطن، تنوصلوا للناس بحال هكا في الميكرو، هذا الشيء هو جهدنا حنايا. راه ما عندنا ما نديرو حشومه، حنا اللي بالات حنا المغرب بلد الخير اللي غنوليو نديرو مظاهرات ونهضروا على الدجاج، راه حشومه بزاف. حنا راه ماشي افغانستان ولا شي حاجه زعما بعيد، حنا الحمد لله معروفين بهذا الشيء، فهمتيني، عندنا الخير ديال الله، عندنا الماكله اللي كيستعملوها الدجاج، راه عندنا تبارك الله موجوده، لا السيكاليم لا الزرع لا القمح لا كلشي، تبارك الله كنشوف الاراضي، حنا اراضي فلاحيه. راه حشومه المغرب يوصل اخويا هذه الحاله هذه، وكشباب حنا كنعانيو من دابا كنهضروا على هذه الحاله، راه حشومه. وحسن عوال لوالدينا، شوفوا من الحال المغرب ما يقدرش يهضروا، شوفوا من حالنا، راه طلبنا لكم هذا الدجاج تنقصوا لينا، ماشي طلبنا لكم العمل ولا السكن ولا شي لعبه، ولا اله الا الله، ولا يفاجئ من عند الله، شو ولا يفاجئ من عنده. شوفوا من حالنا اليوم راه ليله، اليوم نهار اللي كبير اليوم 27 ديال الخير تلقى الدنيا راه فايت. شوفوا الاثمان ديال الدجاج تزاد في واحد تقريبا واحد السيمانه، تزاد في واحد الوقيته 8 درهم تزاد في الدجاج. دابا الدجاج ولا ب 22 درهم، كنا تناخذوه ب 14 درهم 15 درهم، غير هذه واحد 15 يوم. انا شي بالنسبه لي انا كمواطن ما ناخذش انا الدجاج بداك الثمن، نخليه تيرجع للثمن ديالو الاصلي. شتي المواطن اي حاجه ديرها لي الا الزياده ما تنقبلوهاش. الدجاج باش معروف، الدجاج ياكلوا الناس الدراوش، عائله كياكلوا دجاجه بداك 30 درهم، ولا هذا ماشي بحال دابا الدجاجه دايره ب 50 درهم، هذا الشيء راه ماشي معقول زعما، لا حول ولا قوه الا بالله. تيبان لي الحل اي حاجه تزاد في الثمن ديالها نقاطعوها، مقاطعه. ما سيدي الحمد سيدي الدجاج داير ب 22 درهم ما نشريش، مقاطعه، تيخلي لهم تما تيخناس.